السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم مسائل التقويم من الوحدة 11، الطاقة وحفظها، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. جيب الدفتر اللي كتبت فيه المعادلات الخاصة بالوحدة 11 كل درس بدرسه، واللي بدك تحل فيه المسائل عشان تراجع من هذا الدفتر. مسألة من المستوى 1، يعني بسيطة. ترفع كرة بولينج كتلتها، هاي الكتلة 6.4 كيلو جرام، مسافة قدرها إلى أحد الرفوف. إذن إيتش فاينال وتساوي 2.1 متر من مستوى مرجعي إيتش آي عنده تساوي الصفر. أوجد الزيادة، طلب أوجد الزيادة في طاقة النظام الذي يتكون من الكرة والأرض، يعني بدك دلتا جي بي إي. التغير في طاقة الوضع الجاذبية تساوي ام جي في اتش فاينل ناقص اتش اي. منعوض، ام عبارة عن 6.4 كيلو جرام، جي عبارة عن 9.80 نيوتن لكل كيلو جرام، كيلو جرام مع الكيلو جرام تختصر. اتش فاينل 2.1 متر ناقص الصفر، جيب الآلة الحاسبة، 6.4 ضرب 9.8 ضرب 2.1 وتساوي كامل. الجواب طلع عندك 131.7 جول. الموجب معناها حدث زيادة في طاقة النظام، وهو سألك قال لك أوجد الزيادة في طاقة النظام. طاقة النظام في المستوى المرجعي صفر، وقت بنرتفع عن المستوى المرجعي مسافة 2.1 متر ستزداد طاقة الوضع الجاذبية. وفي رعاية الله، ما تنسونا من الدعاء ومن التشجيع.